بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على الجزء الثاني من محاضرة Hemolytic Disease of the Fetus and Newborn HDFN، والجزء الثاني بنتكلم على Prevention، مخصصينه فقط للPrevention. الجزء الأول اتكلمنا فيه على الباثوجينيسيس والمانيفستيشن، واتكلمنا على الدياجنوزيس والتريتمنت. النهاردة هنتكلم على الPrevention فقط لا غير، وفعلا الموضوع يستحق ان احنا نفرد له محاضره خاصه به. البريفنشن بيتم عن طريق الانجكشن او الادمنستريشن اوف الار اتش امينوجلوبين، سواء كان اثناء الحمل نفسه او بعد الولاده مباشره. الار اتش امينوجلوبين بالنسبه لنا بتبقى موجوده في 3 افيلابل دوزز، 300 مايكروغرام و120 و 50 مايكرو جرام بالنسبة للأمبول الواحد. طبعا المفروض مين اللي ياخد الـ RH immunoglobulin قبل أثناء الحمل؟ الأم الحامل اللي هي ما عندهاش ميون أنتي دي، يعني ما كونتش أكتف أنتي دي عندها، لما يكون الفازر بوستف، لما يكون الأب هيبقى دي بوستيف، وفي نفس الوقت طبعا يبقى ممكن جدا يكون الفيتاس بوستيف. دي الأم المفروض ان هي بتاخد الـ RH immunoglobulin كبروفلاكسس. طبعا ان كان في إمكانية ان انا اقدر احدد بالظبط اذا كان الفازر هوموزايجوس ولا هيتيروزايجوس، وبالتالي الفيتاس هيبقى متأثر 100% ولا 50%، او ان انا اقدر اعمل جينوتايبنج للفيتاس نفسه واحدد اذا كان هو فعلا هيبقى دي بوزيتيف ولا اي، بيكون افضل عشان نقلل كميات الار اتش امينوجلوبولين اللي بتتاخد للام الحامل او نمنعها طالما ان ما فيش اي ما يدعو لها. انما زي ما هو موجود في اماكن كتيره جدا في بالذات في الشرق الاوسط، انه موضوع الجينوتايبنج على الفيتاس عشان تحدد الدي ده موضوع يعني تقريبا حاليا لسه ما خدش وضعه يعني. فحتى الان الام الحامل اللي هي نيجاتيف وما عندهاش، اللي هي دي نيجاتيف وما عندهاش اميون انتي دي والفازر دي بوزيتيف، في الحاله دي بيعتبر ان الفيتاس يعتبر دي بوزيتيف، وفي الحاله دي الام دي بتاخد الـ RH immunoglobulin أثناء الحمل نفسه. طالما إن أنا مش قادر أعمل جينوتايب وحدد بالظبط، فأنا بعتبر باخد الجانب الأأمن ليهم وأقدر أحدد لي وأقدر أدي الـ RH immunoglobulin. طيب مين الفيميل بقى اللي هي أصلاً ملهاش إن هي تاخد؟ أول حاجة إن الأم النيجاتيف اللي هي الإنفانت بتاعها بقى بعد الولادة وأصبح نيجاتيف، هو كمان أتأكدت إن هو نيجاتيف ولا ويك دي ولا أي شيء، يبقى الأم النيجاتيف دي نيجاتيف والفيتاس بتاعها الإنفانت بتاعها أو النيوبورن بتاعها عبارة عن نيجاتيف، أو حتى لو كان فيتاس وقدرت أحدد بالظبط إن هو فيتاس إن هو نيجاتيف، دي نيجاتيف فملوش أي معنى. تاني واحدة الأم الحامل اللي هي خلاص بالفعل كونت أنتي دي إميون ده أنتي دي خلاص بالفعل، فبالتالي ما اقدرش ادي لاي ام او واحده دي نيجاتيف وكونت اميون انتي دي خلاص، بالنسبه لي ما تعتبرش البروفلاكسس ار اتش امينوجلوبين بالنسبه لي نوت ابليكابل. ثالث واحده الدي بوزيتيف فيميل، دولت الثلاث حالات اللي انا مفروض ان انا ما اديش فيهم البروفلاكسس ار اتش امينوجلوبين. طيب المفروض ان احنا دايما كنا بنشوف نعمل للام نفسها بعد الولاده، او مفروض حتى اثناء الولاده بعمل لها لو انها نيجاتيف دي فبعمل لها ويك دي تيست. على حسب الويك دي تيست، لو انها كانت طلعت بوزيتيف للويك دي تيست بعتبرها ان هي المفروض ان هي قد تكون بارشال دي، وبالتالي انها ممكن تكون انتي دي لو تعرضت لنورمال دي او حتى تعرضت لويك دي ممكن تكون انتي دي، وبالتالي انا كنت بعتبرها ان هي ار اتش امينوجلوبولين كانديديت، وكنت بديها البروفلاكسس الار اتش امينوجلوبولين بروفلاكسس. ولكن موضوع الجينوتايبنج هنا فرق كبير، فرق كتير عندنا، والجينوتايبنج واخد في هذا الجزء
واخد فيه باع كبير، حتى ان الاي بي بي النسخه الاخيره من الاي بي بي تكنيكال مانوال يعني فرد ليها الجين تايبنج في هذه النقطه، فرد له جزء كبير. قالوا ايه؟ قالوا انه مش كل الويك دي، مش كل انواع الويك دي ممكن ان هي تكون الانتي دي، وبالتالي لما اعرف نوع الويك دي عن طريق الجينو تايبنج اقدر في الحد في الحاله دي احدد مين يستحق ومين اللي ملوش داعي، ما فيش داعي ان انا اديله البروفلاكسس ار اتش اميونوجلوبين. فقالوا انه في انواع الويك دي رقم واحد واثنين وثلاثه بالذات في الناس الاوروبيين، قالوا انه هذه الانواع ما بتكونش انتي دي، ما بتكونش انتي دي، وبالتالي ما فيش ما يدعو خالص ان هي حتى لو ويك دي بوزيتيف ان انا اديلهم انتي دي. فقالوا الحل هنا ايه؟ ان انا اعمل جينوتايبنج واقدر اعرف اذا كان نوع الويك دي واحد واثنين وثلاثة هنا اي منهم هي تعتبر نوت كانديديت للبروفلاكسس الانتي دي، انها مش هتكون انتي دي. طبعا هو ده متفق مع الكلام اللي احنا عارفينه مسبقا انه مش كل انواع الويك دي اصلا هي بتكون الانتي دي. طيب يبقوا المفروض انه اي ام ويك دي قدرنا نعمل لها اثناء الحمل يبقى خير وبركه، قدرنا نعمل لها جينوتايبنج اثناء الحمل يبقى خير وبركه، نقدر نحدد بيها بالظبط نوع الويك دي اللي عندها ايه. لو ما قدرناش نحدد يبقى بعد الولاده. مشكله الجينوتايبنج هنا انه بياخد وقت طويل شويه، فالافضل دايما ان هو كان يتعمل للام اثناء الحمل، الام اللي هي ويك دي بوزيتيف يعني هي دي نيجاتيف ويك دي بوزيتيف سيرولوجيكالي المفروض اعملها جين تايبنج اثناء الحمل، او ان انا لو ما قدرتش اعمل اثناء الحمل بعملها عند الولاده عشان اقدر احدد، لانه انا بدي البروفلاكسس الانتي دي، البروفلاكس الانتي دي اللي انا بديها مفروض ان انا بديها عند الولاده اثناء الحمل، وعند الولاده بدي واحد تاني لو ان الام لو ان الجنين كان دي بوزيتيف. فلو انا ما قدرتش احدد بالظبط نوع الار اتش عند الام يعني النوع الويك دي اثناء الولاده، ممكن احدده عند الدليفري، بس مشكله الجينو تايب ان هو بياخد وقت طويل. المفروض ان احنا بندي الانتي دي بعد الولاده في خلال 72 ساعه من الولاده للام، ندي لها الانتي دي البروفلاكس انتي دي. احيانا الجينو تايبنج بياخد وقت اطول من كده، وبالتالي طيب ندي ولا نستنى نتيجة الجين تايبنج؟ قالك لا، هنا في الحالة دي ادي، ما تنتظرش نتيجة الجين تايبنج، بس ممكن تستفيد من نتيجة الجين تايبنج عشان الحمل القادم بعد كده. طيب يبقى قلنا في أثناء الحمل، أثناء الحمل بدي البروفلاكسس أنتي دي أو الـ RH immunoglobulin. طيب بدي إمتى بقى عند الحمل؟ بدي عند الأسبوع 28. ليه بديه عند الاسبوع 28؟ لانه لقوا انه اغلب الاكتر فيتو ماترنال هيموريدج بيحصل في هذا الاسبوع، واكتر انتي دي ممكن يحصل لها ديفلوبمنت من عند الاسبوع 28 فيما بعد، وبالتالي لقوا ان الاسبوع 28 هو انسب اسبوع ان انا ادي فيه البروفلاكسس انتي دي. برضو اي واحده حامل عملت امنيوسينتيزيس كورديوسينتيزيس فيرجن ابورشن، عملت في اي ابدومينال تروما، تعرضت لحادث او حاجات زي كده، اي ابدومينال تروما، فهي برضو مفروض ان هي بتبقى برضو كانديديت للبروفلاكسس انتي دي. برضو الام اللي هي او الام الحامل اللي هي عندها انتي جي، وقلنا موضوع الانتي جي، واللي عايز يتذكره يرجع لمحاضره الار اتش اللي اتكلمنا فيه. الانتي جي هو بيطلع انتي بودي، بيطلع بيبقى اجنست دي والبيكسي في نفس الوقت، يبقى الانتي جي هو عباره عن انتي دي وانتي سي، هو مش عباره عن انتي دي زائد انتي سي، لا هو عنده البيهافير اوف رياكشن اجنست البوس انتي دي او سي. مش هنتكلم هو ازاي طلع، عموما ان هو ما يعتبرش انتي دي في الحاله دي، وبعدين لو اتاكدنا ان هو بالظبط ان هو انتي جي، فالام برضو بتفضل ان هي مفروض ان هي تستحق ان انا اديلها البروفلاكسس انتي دي. برضو يعني الام اللي عندها انتي جي بيعتبر كانها ما عندهاش اي اميون انتي دي، وبالتالي مفروض ان انا
ان انا ادي لها الار اتش اميونوجلوبولين اللي هو البروفلاكسيس انتيجين. طيب ما هو طب احنا ما طب ليه ما نديش بس بعد ولادة؟ يعني في ناس كتيرة حتى الآن بعض البروتوكولات في ماشية انه طب انا اكتفي بس بعد الولادة، لقوا انه كتير جدا الانتينيتال انتي دي، الانتينيتال بروفلاكس انتي دي والار اتش اميونوجلوبولين ادمنستريشن، لقوا انه بيقلل الاميونيزيشن، بيقلل انه احتمالية ان الام انها تكون انتي دي، يعني قللها جدا لنسبة 1 من 10%، 1 من 10% بالمقارنة بلو انها خدت بس بعد الولادة 1.5، بيقلل بس نسبة الامهات اللي بتكون انتي دي لو خدت بعد الولادة فقط بتخليها 1.5، انما لو خدت قبل الولادة يعني اثناء الحمل وبعد الولادة بيخلي النسبة تقريبا 1 من 10%. فطبعا الافضل ان تاخد الاثنين زي ما هنقول بروتوكول. احنا قلنا اول واحد ان هو بتتاخد عند الاسبوع 28 من الحمل، وبعد كده بعد الولادة بتتاخد عند بتاخد عند اول 72 ساعة من الولادة. طيب نتكلم بقى على البوست مارتم. خلاص هي الام ولدت، والام ولدت وعايزين بقى نشوف هل الام هتحتاج ان انا اديلها انتي دي ولا مش محتاجة، ولو هديلها كميات الانتي دي قد ايه. طيب البوستبارتم prevention of hemolytic disease of the fetus and newborn هنتكلم عليه، ونقول انه البوستبارتم بقدر احدد كمية الفيتو ماترنال هيموليج بعد الولادة، بقدر احدد كمية الاختلاط الفيتس دم الفيتس مع دم الام اللي هو الفيتو ماترنال هيموليج، بقدر احدده، لازم احدده واشوف كميته قد ايه عشان اقدر احدد بيه الدوز بتاعه الار اتش اميونوجلوبولين اللي هديها. الروز تيست بيبقى سنسيتيف جدا ل 10 مللي من الفيتو ماترنال هيموريدج او اكثر، طبعا سنسيتيف جدا ل 10 مللي فيتو ماترنال هيموريدج، وهو عباره ان انا بحط البلاد بتاع الماترنال ماترنال بلاد بتاع الام اللي هو بحطه مع الانتي دي، هي طبعا دي نيجاتيف وبحط عليها الانتي دي، بعد ما هي مفروض الام دي نيجاتيف ولكن دخل فيها الدي بوست بتاع الفيتس، فانا بحط على السامبل دي بحط عليها الانتي دي، وبعد ما بحط عليها الانتي دي بحط عليها انديكيتور دي سيلز، دي سيل بوزيتيف انديكيتور، فلو في اجلوتينيشن بيبقى منظرها عامل زي الروزتس اللي هنشوفه. الروزتس ده بيبقى نتيجه ان في فيتال سيلز بوزيتيف في الماتيرنال سيركيليشن او ماتيرنال سامبل، زي المنظر اللي انتم شايفينه عندكم ده، ده لو انه بوزيتيف بيبقى عامل زي روزتس، ولو انه النيجاتيف بيبقى ما فيش اي روزتس ولا تجمعات ولا اي شيء. ده بالنسبة للروزت تيست. فالروزت تيست كل الهدف منه انه يقول لي هو حصل فيتو ماترنال هيمولوج سواء 10 ملي او اقل او اكثر، يعني بس يعني بوزيتيف او نيجاتيف، ده مش هيقول اكتر من كده، يعني ما اقدرش احدد بيه الكميات بالظبط اللي اقدر ازود بيها الدوز بتاعه الار اتش اميونوجلوبولين. طيب الروز تيست مشكلته ان هو ممكن يديني فولس بوزيتيف لو ان المذر هي ويك دي بوزيتيف، لو انها ويك دي بوزيتيف روز تيست ممكن جدا يديني فولس بوزيتيف، وبالتالي اي المذر لما تكون لازم لو اداني بوزيتيف لازم اتاكد انه المذر مش ويك دي بوزيتيف. طيب اتاكد ازاي؟ طبعا بتاكد بالسيولوجيكال تيست، بعملها ويك دي تيست عادي خالص، او ان انا بتاكد عن طريق الجينوتايبنج او المولكولار مولكولار ار اتش دي جين تيستنج عشان اقدر احدد بالظبط الدي تايب بتاعه الام هي فعلا دي نيجاتيف ولا ويك دي او اي شيء عشان الفولس بوزيتيف اللي ممكن يحصل. برضو في نفس الوقت البيبي ممكن جدا يديني فولس نيجاتيف لو انه برضو هو كمان ويك دي بوزيتيف، برضو البيبي لو انه بهذه الطريقه، فلو انه طلع الويك دي بوزيتيف بيبي واداني فولس نيجاتيف في الحاله دي ما اقدرش اعتمد على الروز تيست، ولازم اقلب شغلي باي كوانتيتيف تيست سواء كان كلي هاور تيست او الفلو سايتومتري.
طيب لو ان الروس تيست كان اداني نيجاتيف والبيبي بوزيتيف او ويك بوزيتيف، في الحاله دي دوز واحده من البروفلاكس انتي دي، بروفلاكتيك انتي دي اللي هي 300 مايكرو جرام انتي دي، هي بتتاخد وبتبقى كافيه جدا ان هي تقدر تمنع 15 ملي من الفيتال ريد سيل او 30 ملي من الهول بلود، الفيتال هول بلود. طيب يعني اذا الريزلت تيست لما اداني نيجاتيف يعني كميه الفيتو ماتيرنال هيموج اقل من 10 ملي، وبالتالي ال1 دوز 1 دوز اونلي اوف انتي دي هي الكافيه جدا اللي هي 300 مايكرو جرام طبعا المقصود عليه. طيب ممكن حد يقول طبعا انا خلاص مديلها اصلا قبل الولاده واحده في الانتي بارتم، انتي بارتم في الانتي بارتم، لا الانتي بارتم برضو لا تغني ان انا اديلها تاني أمبول أنتي دي تاني بعد الولادة لو إنه البيبي كان بوستيف أو ويك دي بوستيف، حتى وإن روز التيست نيجاتيف. خلاص يبقى الأنتي بارتم أنتي دي بروفلاكسس لا يغني عن البوست بارتم أنتي دي بروفلاكسس لو إن البيبي بوستيف أو ويك دي بوستيف حتى وإن روز التيست كان نيجاتيف. طيب لو إن روز التيست بوستيف في الحالة دي هو بيقول إنه النسبة ان في فيتال ماتيرنال هيموريدج 10 ملي او اكتر، وبالتالي هو روز تيست كده خلص وظيفته، وبالتالي بدخل على اي كوانتيتيف تيست عندي زي الكلي هاور بيتكي تيست او الفلو سايتومتري. طبعا الكلي هاور بيتكي تيست بيعتمد على الاسيد اليوشن تيست، والفلو سايتومتري بيعتمد ان هو بيشوف الفيتال هيموجلوبين او الديسل بيقدر يحددها بالظبط، بيقدر يحددها بالظبط. وطبعا حاليا الفلو سايتومتري هو افضل حاجه في تحديد كميات بالظبط اللي احنا نقدر نديها، تحديد كميات طبعا الانتي دي او الفيتال سيلز اللي موجود، وبالتالي ان انا اقدر احسب بالظبط الار اتش ميونوجلوبولين الكميه بالظبط احددها ازاي. طبعا الفلو سايتومتري هنا خلانا يعني قدر يجنبنا كتير من مشاكل الفولس بوزيتيف اللي كانت بتبقى موجوده نتيجه ان الام بيبقى عندها هيريديتري برزيستنت او فيتال هيموجلوبين او السيكل سيل ديزيز اللي كان يقدر يبوظ لنا تيست مثلا زي الكلي هاور تيست او الروز تيست من ضمن الحاجات اللي كانت ممكن يعني تدناش بالدقه الكبيره زي فلو سايتومتري. وبالتالي فلو سايتومتري يعتبر انه حل محل كل كلي هاور تيست اللي كان موجود قبل كده. طبعا الكلي هاور تيست مازال موجود، وبرضو ان كان حد بيستخدمه فبيعتمد هو بيعتمد الكلي هاور بيتكي تيست بيعتمد على ريزيستنس للفيتال هيموجلوبين للاسيد تريتمنت. الفيتال هيموجلوبين طبعا ماتيرنال سيلز، ماتيرنال سيلز بنعالجها بالفيتال هيموجلوبين، بنعالجها بالاسيد تريتمنت، ولو موجود الفيتال هيموجلوبين موجود فيها ده بيحصل بيعمل ده بيحصل له ريزيستنس للتريتمنت بالاسيد، وبالتالي بيبان عندنا بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. احنا طبعا ده الكلي هاور بيتكي تيست تحت الميكروسكوب، بعد بناخد سامبل من الماتيرنال سامبل وبنعمل لها سمير على سلايدز، وبعد كده بنعملها تريتد بالاسيدز، بنحطها عليها اسيدز وبعد كده بنغسل، وبعد كده بنحط كاونتر ستين ونعد تحت الميكروسكوب حوالي 1000 ل 2000 سيلز تحت الميكروسكوب، ونشوف الفيتال سيل فيها قد ايه، بنشوف الفيتال سيلز فيها قد ايه. الماتيرنال سيلز هنا بتبان زي كجوست زي ما انتم شايفين الحاجات الشفافه خالص دي، شفافه خالص، والفيتال سيلز هي اللي بتبان بينك زي ما انتم شايفين، هي الدارك دي هي الفيتال سيلز، والجوست دي او الفينت دي عباره عن ماتيرنال سيلز، وبالتالي بتتعد ولها طريقه حساب. طيب بنحسبها ازاي بالنسبه للكلي هاور بيتكي تيست؟ بنحسبها ازاي؟ بنشوف بنحسب الفورمولا دي، طبعا دي ثابته بنقدر نحسب بيها بالظبط كميات قد ايه. بنشوف احنا عدينا كام سيلز، عدينا مثلا 1000 ولا 2000، طبعا على حسب انت عديت كام فيلد، عديت 1000 ولا 2000، طب شفت فيهم كام فيتال سيلز، فبقسم انا 6 سيلز مثلا، نفرض مثال يعني 6 سيلز على عديت 2000 سيلز، بضربه في الماتيرنال بلاد فوليوم. طبعا احنا قلنا تقريبا ان هو ماتيرنال بلاد فوليوم حوالي 5 لتر من الدم، هول بلاد يعني، فتقريبا اللي هي بالملي هيبقى 5000 ملي،
لو جينا نعمل المعادلة دي هنلاقي تقريبا اللي طلع لنا 15 مللي فيتال هول بلد. طيب احنا قلنا انه ال 300 مايكرو جرام اللي هو ال 1 امبول اللي هو 300 مايكرو جرام من ال ار اتش اميونوجلوبولين بيعمل سبريس حوالي ل 30 مللي للفيتال هول بلد او 15 مللي من الفيتال ريد بلاد سيلز. طبعا فيتال ريد بلاد سيلز عشان اقدر احددها بالظبط غالبا بتبقى بطريقه الفلو سايتومتري، بيبقى 30 مللي من الفيتال هول بلد و30 مللي من الفيتال ريد بلاد سيلز. فتقريبا يعني الحاله اللي عندنا دي تقريبا تتحمل يعني تاخد على هذه المعادله تستحق نص فايل، بس المعادله ما بتتعملش كده، يعني هو مش في الاخر مش هياخد نص فايل ولا شيء. بتعمل ازاي؟ طبعا لان المعادلات دي هي معادلات تقريبيه وفي الاستيميشن فيها يعتبر وايد جدا وما هوش يعني شارب استيميشن. فقالوا ايه؟ قالوا لو انه جينا نحسب المعادله اللي احنا قلنا عليها اللي هي الفيتال سيل على الهول على كميه السيلز اللي انا عديتها في الماتيرنال هول بلاد قد ايه، وشفنا لقينا مثلا ان هو المفروض قسمنا كميه الفيتال هول بلاد على الفايل مثلا لانها نص زي الحاله اللي عندنا نص فايل، فقالك لو النص فايل او اكتر بنقربه لرقم كامل، لو نص فايل او اكتر بنقربه للرقم الصحيح اللي بعده اللي هو واحد، لو اقل من نص فايل بنقربه للرقم الصحيح اللي قبله اللي هو صفر مثلا. فيبقى ده اول حاجه بالنسبه للتقريب، بالاضافه ان احنا كمان بنضيف عليها 1 فايل مور، نضيف عليه 1 فايل مور. فمثلا لو ان انا عندي 1.6 فايل فلو قربناها تبقى 2 فايل، بالاضافه ل 1 فايل مور يبقى 3 فايل. لو عندي 1.4 فايل يبقى نقربها تبقى 1 فايل، بالاضافه ل 1 فايل مور يبقى 2 فايل. دي طريقه الحساب بالنسبه للكلي هاور بيت تيست اللي هي او طريقه حساب الجرعه، يعني جرعه البروفلكس انتي دي اللي هحسبها سواء كان فيتال هيموجلوبين او الهول بلود. يبقى احنا عرفنا من المعادله السابقه ازاي اقدر احسب كميه الفيتال بلود دي تستحق قد ايه. لو قلنا مثلا الفيتال بلود دي تستحق نص فايل، يبقى انا بقربها زي ما قلنا بنقربها للرقم يعني نص، يبقى اقربها الرقم العشري اللي بعدها اللي هو واحد، الرقم الصحيح قصدي اللي عندها اقربها لواحد، لو اقل من 5 يبقى 5 من 10 يبقى بقربها للرقم اللي قبلها وهي صفر. فالخمسه يبقى بقربها لواحد يبقى واحد، زائد بالاضافه مضيف 1 فايل مور يبقى 2 فايل، او زي ما انتم شايفين في المثال اللي اتكلمنا عليه ده قبل كده. طيب المفروض ان انا بدي الجرعه البوست بارتم بروفلاكس انتي دي المفروض بديها في اول 72 ساعه زي ما قلنا قبل كده. طيب افرض ما اديتهاش او اتاخرت على 72 ساعه، برضو بضطر بكملها وبحاول اديها في الفتره المتاحه ان شاء الله، حتى لو عدى عليها يمكن اسبوع حتى لاي سبب برضو لازم ادي لها الجرعه نفس الجرعه بتاعتها. طيب ده طبعا ده ريكومنديشن في الاي بي بي واضح يعني. طيب نفرض مثلا ان انا ما قدرتش احدد نوع الانتي دي، نوع الدي تايب بتاع البيبي، او ان البيبي نزل متوفى او اي حاجه او ايا كان، يعني انا مش قادر احدد نوع الانتي دي الدي تايب، معلش نوع مش قادر احدد نوع الدي تايب. فبالنسبه لي باخد الجانب الامن للام وبالتالي بدلها الار اتش الاميونوجلوبولين في السيف سايد بالنسبه لها. طبعا الار اتش اميونوجلوبولين ممكن اديه انترا ماسكولار او انترا فينوس على حسب الانستراكشن الموجود عندي. طيب طبعا الادمنستريشن بتاع الار اتش اميونوجلوبولين ممكن جدا يخلي الانتي بودي سكرين بتاع الام، لو انا بعمل لها بوست بارتم مثلا بعمل لها انتي بودي سكرين بعد الولاده، ممكن جدا يخلي الانتي بودي سكرين عند الام بوزيتيف، ولكن انه غالبا هذا الار اتش ما بيخليش التايتر مور ذان 4، غالبا ما بيعديش 4 اللي هو البروفلكس انتي دي، غالبا ما بيعديش في التايتر بتاعه 4، وبالتالي لا يمثل اي مشكله على الفيتاس، بالتالي يعتبر سيف بالنسبه للفيتاس ما فيش اي مشكله عليه.
طيب، حتى انه كتير من كتير من النيوبورن ممكن جدا لو ان الام واخده انتي دي عند في الانتي بارتم، فممكن جدا ينزل بدات بوستف، ولكن دات بوستف دي تعتبر نون سيجنيفيكانت وما فيش اي ايفيدنس الهيموليسيس بيبقى معاها. لقوا تقريبا ان 10% من لقوا ان 10% من البيبي يعني اللي نزل ليه الام اللي هي واخده الانتي انتي نيتال ميونوجلوبولين انتي دي انتي نيتال ميونوجلوبولين انتي دي، لقوا ان هي بتبقى فيها بوزيتيف دات معاها، ولقوا طبعا بيبقى في بوزيتيف دات زي ما قلنا وما بيكونش معاها اي كلينيكالي سيجنيفيكانت اي ساين للانتي للهيموليسيس اللي موجود عندي. الار اتش ميونوجلوبولين اللي هندي من بره هو اي جي جي، بيبقى اي جي جي، وغالبا التايتر بتاعه رير جدا جدا ان هو ممكن غير ان هو يعدي الاربعة، يعني ممكن جدا يكون اثنين في الاغلب يكون اثنين، نادرا جدا ما بيوصل ل اربعة. انما الاميونايزد انتي دي اللي من عند الام بيبقى في البداية طبعا بيبقى اي جي ام في الاول لما يكون فيرست اميونايزيشن عند الام، وبالتالي ان انا ممكن جدا ان انا اقدر افرق ما بينهم بحاجتين. اولا ان التايتر في الاغلب رير جدا ان هو يوصل اربعة يعدي الاربعة لو انه immunized anti-D، ده اول حاجة. تاني حاجة انه immunized anti-D اللي انا ببقى شاكك فيه هو هل هو immunized anti-D ولا بروفلاكسد anti-D. غالبا لو نقول مثلا ان الاثنين التايتر بتاعهم وصل عند اثنين او اربعة لانه يكون في البداية، لانه لو على اكتر من كده خلاص بستبعد اصلا من الاول خالص بستبعد انه يكون بروفلاكس انتي دي، يبقى احنا بنقول عن ان التايتر عندي اثنين او اربعة، يعني معنى كده انه لسه في البرايمري امينو ريسبونس ولسه يعتبر بداية عند الام، وبالتالي لو انها امينايزد لو انه اكتف امينايزد هيبقى اي جي ام، والبروفلاكسس انتي دي بروفلاكتيك انتي دي اللي انا مديها بيبقى اي جي جي. طيب افرق ما بينهم ازاي؟ انه طبعا الامينايزد انتي دي امينايزد انتي دي بما انه اي جي ام ان انا ممكن اعمل له يعمل اقدر اعمل له ديتكشن بالسلاين فيز، على عكس الاي جي جي البروفلاكس انت اي جي جي ده بيبقى بروفلاكس انتي دي بيبقى اي جي جي، والاي جي جي عشان اقدر اعمل له ديتكشن لازم في الايات تيست بطريقه الايات تيست مش بطريقه السلايم فيز خالص، يعني لازم انكيوبيشن 37 درجه وبعدين نموش وبعدين احط عليه الانتي هيموجلوبين، وبالتالي اللي انا اقدر اعمل له ديتكشن في السلايم فيز هو ده الميونايزد انتي دي. طبعا احنا هنتكلم على التايتر اللي بيقلقنا اللي هو التايتر 2 ماكسيمم 4، يعني ده اللي مقلق، لو معدي اكتر من كده اصلا ما يبقى اميون ده خلاص. ماشي، ده واحد. تاني حاجه ان انا جد انه بما انه هو الميونايزد انتي دي بيبقى اي جي ام بيبقى ممكن جدا ان انا اعمله انكتيفيشن بالتومر كابتوسانول او تي تي تي، او من ضمن الحاجات اللي ممكن لو انا حطيتها على في التفاعل يختفي خالص في التفاعل، يعني لو ان انا مثلا عمل جبت البلازما بتاعت الام وحطيت عليها في وحطيت عليها دي سيل بوزيتيف انا جايبها وادتني بوزيتيف في السلايم فيز يبقى بالتايتر القليل ده يبقى ده غالبا اميون انتي دي. طيب لو حطيت عليهم كمان تومر كابتو اسانول او دي تي تي اصلا الرياكشن مش هيحصل، وبالتالي ده زياده تاكيد على التفرقه بينهم هما الاثنين. الانتي بودي تايتر doesn't correlate الانتي بودي تايتر doesn't correlate with the effectiveness of الار اتش immunoglobulin or amount of fetal maternal hemorrhage. طبعا هو لا التايتر ده هيقدر يقول لي بالظبط ال يعني يقول لي مثلا قد ايه من الفيتو ماترنال هيمورج حصل او اي حاجه من الحاجات دي هتاثر عليه. طيب ازاي بيشتغل بقى الار اتش ميونوجلوبولين عندنا؟ طبعا هو مش كلير ان هو يعني ما فيش ايفيدنس كلير على شغله عامل ازاي، ولكن لقوا قالوا انه غالبا الار اتش ميونوجلوبولين اللي انا بديه من بره بيبقى بيجي على دي سيلز دي بوزيتيف ريد بلاد سيلز ويعمل لها اوبسنايزيشن عن طريق الماكروفاج، الماكروفاج بتقوم شايلها خالص من السيستم وتقوم مطلعة نتيجة الأوبسنايزيشن دي والأكشن بتاع الماكروفاج بتبقى بتطلع سايتوكاينز، السايتوكاينز دي بتعمل إميونو ميديوليشن وتخلي الأم ما تطلعش الأنتي دي عندها. ده أقرب حاجة يعني قالوا هو ده بيشتغل إزاي.
ده بالنسبة للموضوع الفيتو ماترنال هيموريدج، بالنسبة للهيموليتك ديزيز اوف فيتس اند نيوبورن، بالنسبة للانتي دي او حتى الحاجات الاخرى اللي اتكلمنا عليها زي الانتي اي والانتي كي والانتي سي في المحاضرة الاولى. يتبقى لنا الاي بي او هيموليتك ديزيز اوف فيتس نيوبورن. طبعا نتيجة استخدام البروفلكس انتي دي بكثرة خلى تقريبا الهيموليتيك ديزيز اوف فيتس اند نيو بورن قل بنسبه كبيره جدا جدا، نتيجه الانتي دي يعني قل بنسبه كبيره جدا جدا، وتوقع لنا وخلى بقت النسبه اكتر حاليا اللي موجوده هي نسبه الاي بي اون كومباتيبلتي، هي دي اللي عامله لنا الهيموليتيك ديزيز اوف فيتس اند نيو بورن. اكتر ام ممكن يحصل معاها وبيبي بيحصل معاها الكلام ده هي الام الاو، بالذات الام الاو اللي هي بتحتوي بيبقى عندها انتي A وأنتي B، وأنتي AB بيبقى أغلبهم بيبقى IgG، والاي جي جي ده طبعا بيعدي البلاد بلاسنتال بارير ويقوم جاي على الفيتس، سواء الفيتس ده A أو فيتس B أنتجين بيجي على الريد سيل بتاعته ويحصل لها تكسير. طبعا مش بس الأم الأو، ولكن أي أم أي يعني أي حاجة، ولكن هو بيحصل أكثر بنشوفه مع الأم الأو. طبعا اي كميه انتي دي، اي كميه انتي اي او انتي بي اي جي جي ممكن تعدي البلاد بلاسنتال بارير وتيجي على اي سيل او بي سيل انتجن موجود على الار بي سيز بتاعه الفيتس وممكن تعمل. طبعا كل ما كان الانتي تايتر بتاع الانتي اي والانتي بي عالي كل ما كان المشكله اكثر حدوثا ليه. ولكن لقوا في حاجه، ولكنهم لقوا انه من فضل الله انه رغم ان قد يعني كلنا عندنا الاي بي او ده سيستم موجود عند الجميع، فقد يعني متوقع ان هو يكون منتشر بقى الهيموليتيك ديزيز اوف فيتس نيبورن نتيجه الاي بي او الكومباتيبلتي منتشر انتشار كبير. لقوا لا، الحقيقه ان هو ريرلي كوز سيفير انيميا. اول حاجه لانه الفيتال اي بي او انشن بيبقى بورلي developed، ما بيبقاش well developed على ال RBCs بتاعت الفيتس يعني بالدرجة الكبيرة في أثناء يعني مرحلة الجنين. تاني حاجة إنه الأنتيبادي بيحصل لها neutralization بالتشو soluble antigen، تشو soluble antigen A و A و B antigen موجود على التشو أو في soluble antigen اللي موجود في البلازما ممكن جدا يحصل لها neutralization، وبالتالي بالتالي طبعا بالاضافه الى انه الاي بي او هيموليتيك ديزيز اوف فيتس نيبور نوت كومبلمنت ميديتد، مش زي الاي بي او هيموليتيك ترانسفيوجر اكشن اللي هو اصلا كومبلمنت ميديتد يعني. فده كمان من ضمن الحاجات اللي بتخلي الحمد لله الامور بسيطه جدا، ويمكن اقصى ما بيحتاج ان هو بيحتاج الفوتوثيرابي فقط لا غير يعني، ورير سيتويشن ان هو ممكن بيحتاج الاكستشين ترانسفيوجن فقط لا غير. طبعا الكورد بلاد لو جينا نعمله لقينا انه عليه دات بوزيتيف او حتى الفيتس دات نيجاتيف قصدي، فاحتماليه الاي بي او هيموليتيك ديزيز اوف فيتس نيو بورن تكون انلايكلي، حتى لو كانت المذر دي عندها اي بي او انتي بوديز وان البيبي يعني عنده الانتجن اللي ممكن يحصل زي كده. فيعني دي من ضمن الحاجات اللي تخلينا نستبعد الاي بي او هيموليتيك ديزيز اوف فيتس نيبورن انه يكون دات نيجاتيف عند الفيتس. في نوع اخر حاجه يعني، في نوع كده يعني قليل شويه انه طيب هو لا عنده انتي دي ولا عنده انتي، لا الأم عندها أنتي دي ولا الأم عندها حاجة خالص من الحاجات المشهورة، لا أنتي سمول سي ولا أنتي كي ولا أنتي بيج إي ولا في إي بي أو هيموليتيك ديزيز أوف فيتس نيبورن. أمال الهيموليتيك ديزيز أوف فيتس نيبورن اللي عندي ده جاي منين يعني؟ أنا عندي في ساينز الهيموليسيس موجودة عندي وحاجات زي كده. طيب ده بيكون غالبا بتبقى الأم عندها الأم عندها أنتي بادي تو لو بريفالنس أنتشن من الاب، يعني الاب نفسه بيكون عنده low prevalence antigen ونقله لل او يعني ال الجنين نفسه او الاولاد كلهم الاجنه مع كل حمل بيحصل فيه ان كل جنين بيبقى عنده هذا same
اللو بريفالانس ريد سيل انجن، وده اللي ممكن يعمل للام سنسيتايزيشن والام بالتالي تكون لو انتي بودي. في الحاله دي بنعمل ايه؟ ان احنا بنعمل اليوشن من الكورد بلاد او الماترنال سيروم، او يعني او نعمل لك اليوشن من الكورد بلاد او نشوف الماترنال سيروم ونجيب معاه الفازر ريد بلاد سيلز ونفعله مع بعض، هنلاقي انه غالبا ده ادانا بوزيتيف، وبالتالي قدرنا يعني نفك اللغز اللي هو لا في انتي دي ولا انتي اي ولا انتي بيك سي انت سمول سي ولا انتي كي ولا في اي بي او بروبلم. امال المشكله دي بتبقى انتي بودي تو لو فريكوانت انشن، الاب بيبقى عنده لو فريكوانت انشن او لو بريفالانس انشن، ده الاصح يعني لو بريفالانس ريد سيل انشن عند الفازر، واتنقل للبيبيز اللي موجود عنده والاجنه كلها، وحصل طبعا فيتو ماترنال هيموريدج، وبالتالي الام كونت انتي بودي لها، ومع السبسيكوانت بريجنانسز حصل المشكله انه التايتر على والاي جي جي راحت وكل الفيلم ده. طيب انا اقدر اشوف ازاي؟ ان انا ممكن جدا لو جبت كورد بلاد اعمله اليوشن واخد او البلازما بتاعه الام واخد افعلها مع الار بي سيز بتاعه الاب. في الحاله دي في الاندايركت في الاي تيست الاندايركت انتي جلوبولين تيست، ويدينا هيدينا بوست في الحاله دي، ويبقى حلينا الموضوع وعرفنا اصل الموضوع جاي ازاي. بكده يكون انتهينا من هيموليتك ديزيز اوف فيتس نيوبورن. اتمنى ان تكونوا استفدتوا، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.